شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. الملكات النفسية كما تحتاج إلى العلة في وجودها، كذلك تحتاج إلى العلة في بقائها. لتوضيح هذه الصورة نأتي بمثال واضح من الموجودات العينية. أنتم لاحظوا بناء يبنيه بناء. العلة الموجدة له هو هذا البناء. هذا البناء يقوم بأعمال معينة، يهيئ اللبنات ويضع بعضها على البعض الآخر حتى ينتهي هذا البناء. هل كل شيء ينتهي عند هذا الحد؟ يعني هل هذه الحركات التي يقوم بها البناء كل شيء؟ الجواب كلا. هذا البناء يعتبر علة موجدة، أوجد البناء، صنع البناء، ولكن نحتاج إلى علة ثانية تبقي هذا البناء، وتلك العلة هي الأنظمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون لحفظ هذا البناء. يعني الآن هذا البناء لا يعتمد على ذلك البناء، ذلك البناء انتهى دوره، هذا البناء في بقائه يعتمد على ذلك النظام الذي قرره الله سبحانه وتعالى. وفي أي يوم اختل هذا النظام بسبب من الأسباب، يعني تبدلت المعادلات الكونية، تجد أن البناء ينهار. هذا مثال واضح من الموجودات العينية الخارجية. نفس هذه المعادلة تنطبق على الملكات النفسانية.
الملكات النفسانية بكل أنواعها لا تكفي العلة الموجدة لها فقط. العلة الموجدة توجد هذه الصفة، تحدث هذه الصفة أو الملكة، ولكن بقاء هذه الملكة يحتاج إلى علة مبقية. نحن في خلال شهر رمضان المبارك الذي نعيش أيامه الأخيرة، هذه هي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. في خلال هذه الأيام اكتسبنا إن شاء الله ملكة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام إذن أوجد فينا إن شاء الله مرتبة من مراتب هذه الملكة، ولكن هذه الملكة تحتاج إلى إبقاء. الإنسان إذا لم يلاحظ هذه النقطة، انتهى شهر رمضان المبارك، هل تبقى هذه الملكة؟ لا، لأن هنالك عوامل مخربة. هذه العوامل المخربة لا تدع صفة من الصفات النفسانية الطيبة إلا وخربتها. أكو في الأحاديث الكريمة أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم، وفي هذه الآية الكريمة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. ما هو الطائف من الشيطان؟ هنالك في هذا الفضاء الذي نعيش فيه موجودات غير مرئية لا نراها، ولكن نشاهد أثرها. هذه تطوف في الفضاء وتطوف حول قلب المؤمن حتى تجد منفذا في هذا القلب تدخل منه. الشيطان يأتي إلى المؤمن بوسيلة، يرى أن هذه الوسيلة لم تنفع، يطوف حول المؤمن مثل لص يطوف حول الدار، يشوف وين نقطة الضعف، أي مكان يمكن أن يدخل في هذه الدار فيدخل في الدار. الشيطان أيضا كذلك يطوف حول القلب، يطوف ويطوف إلى أن يجد نقطة الضعف فيدخل في قلب المؤمن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. المسألة تحتاج إلى تنبه وتحتاج إلى تذكر وتحتاج إلى مراقبة دائمة. مثل واحد يعيش حالة حرب، الإنسان في حالة الحرب كيف يعيش؟ يواظب أشد مواظبة، لأن من الممكن في كل لحظة أن يأتيه العدو من هذا الجانب من ذلك الجانب. وحشي قال لهند: أما علي صلوات الله وسلامه عليه فلا أتمكن من قتله، لأنه مواظب لجميع جوانبه. يعني يواظب هذا الجانب
وذلك الجانب وخلفه ويمينه وشماله ما أتمكن قتله. وأما حمزة إذا دخل في اتجاه غفل عن بقية الجوانب، أنا أتمكن آتيه من الجانب الذي يغفل عنه. الشيطان هكذا، الإنسان إذا غفل لحظة واحدة وإذا بالشيطان دخل في قلبه وحرفه عن الصراط المستقيم. لذلك هذه القضية تحتاج إلى مواظبة. الإنسان إذا غفل في لحظة واحدة الشيطان يأخذه. هذا المؤمن الذي تجده في المسجد، الذي تجده مصلياً صائماً، وإذا به لحظة واحدة بسبب هذا الطائف من الشيطان يتحول إلى قاتل. المؤمن يتحول إلى قاتل؟ نعم، في لحظة واحدة يسلب منه روح الإيمان ويتحول إلى قاتل. في لحظة واحدة يتحول إلى زان والعياذ بالله. في لحظة واحدة يتحول إلى رجل بعيد عن الله وبعيد عن الفضيلة والتقوى. قبل مدة جاءني شخص من المتدينين، لاحظوا الشيطان في لحظة غفلة، في لحظة عدم انتباه كيف يأخذ المؤمن. ولذلك الآية الكريمة تقول تذكروا، يعني يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى ملاحظة. في بلد من البلاد، لا أسمي ذلك البلد، جاءني شاب كلش مرتبك، واضح عليه آثار الارتباك والألم. قال فلان أنا مسوي معصية، ما هو السبيل إلى أن أتخلص من هذه المعصية؟ قلت له إن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، أنت إذا تبت وتخلصت من التبعات الله يتوب عليك. قال لا، معصيتي كلش كبيرة، أنا لا أستطيع أن أنام في الليل لأنني فعلت هذه المعصية. قلت له كيف؟ قال سيدنا أنا قاتل. الشاب المتدين الملتزم بصلاة الجماعة مرة واحدة والعياذ بالله يتحول إلى قاتل. متى يتحول المؤمن إلى قاتل؟ عند المحك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كانوا مع رسول الله، كانوا يحضرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عندما جاء المحك ما الذي حدث؟ حدث ما حدث، تغير كل شيء. هذا الرجل المصلي الصائم القائم وإذا به يتحول إلى واحد من أعوان الظلمة. قال أنا في يوم من الأيام كنت في البيت، زوجتي، الإنسان في البيت يجب أن يتقي الله، تأتي إلى البيت منهك متعب من ضغط العمل وإذا بولدك يستفزك. إهنانا إذا مسهم طائف من الشيطان، الإنسان عندما تثار أعصابه ينسى كل شيء
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الشيطان ينزغ الإنسان، يعني يحرك الإنسان، يدفعه إلى المعصية. الإنسان إذا فقد شعوره، إذا فقد أعصابه، كيف يتحكم في مواقفه؟ ما يتمكن يتحكم، يفعل كل شيء ويقول كل شيء. يقول زوجتي خلت ابني الوحيد أو بنتي الوحيدة عندي، الطفلة أو الطفل أخذ يبكي، إيش ما أسكته، إيش ما أشيله، أحرك، لا ينفع فيه ذلك. في لحظة هياج أخذت هذا الطفل الصغير ورميته على الأرض. يقول سقط الطفل على الأرض، طفل عمره كم شهر؟ 3 أشهر، 4 أشهر، أتيت إليه وإذا به جثة هامدة. أنا الآن سيدنا ما الذي أعمل لهذا الذنب الذي ارتكبته؟ هذا مؤمن، هذا مصلي، كنت أراه ملتزما بصلاة الجماعة في تلك المنطقة، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الإنسان إذا عند مراقبة، عند ملاحظة، الشيطان يغريه، يقول له افعل، ولكن يتذكر الله سبحانه وتعالى، ويتذكر موقفه بين يدي الله سبحانه، فيحفظ نفسه عن المعصية. أنا قلت له ما الذي يجب عليه أن يفعل من قضايا الدية وقضايا الكفارة وما أشبه ذلك. في لحظة واحدة المؤمن بغفلة يتحول إلى قاتل والعياذ بالله. الشيطان ما عنده طريقة واحدة، يغوي كل إنسان بطريقة معينة. في بلد من البلاد امرأة لها ولد ولها زوج، هذه المرأة تتمرض وتموت، الزوج يبحث عن زوجة ثانية بعد موت زوجته الأولى، يختار زوجة ثانية، الزوجة تربي هذا الطفل، الزوجة الثانية تربي الطفل من الزوجة الأولى، ينشأ الطفل ويكبر الطفل ويتصور أن هذه المرأة هي أمه، لأن ما شايف أمه، وعندما شايف أمه كان صغير لا يفهم. هذه المرأة الثانية لا يحصل لها ولد، ويجعل من يشاء عقيما، ما يحصل لها ولد، تظل سنة سنتين 3 سنوات ولا يحصل لها ولد. في هذه الحالة الشيطان يأتي إليها. الإنسان متى يظهر؟ الإنسان يظهر في حالات الحسد والعياذ بالله. أنا ما عندي وفلان عنده، لماذا عنده؟ الإنسان يختبر في لحظات الحسد. شخص يحسد من شخص، كاسب يحسد من كاسب، مرأة تحسد من مرأة ثانية، هنا تظهر حقيقة الإنسان، لأن الإنسان إذا تملكه الحسد والعياذ بالله لا يعرف حدا في حياته، يرتكب كل غيبة
وتهمة ونميمة وبقية المنكرات في سبيل تحطيم خصمه. في يوم من الأيام هذه المرأة زوجها يخرج. لاحظوا الشيطان إلى وين يودي الإنسان إذا لم يتذكر وإذا لم يتنبه. تأخذ هذا الطفل وتأخذه إلى السرداب، سرداب بيتها، تنيم الطفل وتربط يديه ورجليه بالحبال، ثم تأخذ عصا وتنهال على هذا الطفل بالعصا. يعني حقيقة الشيطان في بعض الحالات عندما يستولي على الإنسان لا يبقي له حداً، يتجاوز كل الحدود، خاصة في هذه الحالات. تضربه بالعصا، الطفل يبكي ويتوجه إلى أمه ويقول لها: ماما أنا شنو مسوي حتى تبسطيني؟ الأم تضربه وتضربه وتضربه إلى أن يموت ذلك الطفل. بعدين الظهر بالليل الأب يأتي، تقول له إن هذا الطفل سقط من فوق ومات من فوق السطح. الأب يصدق، يأخذ الطفل إلى المغتسل، المغسل يكشف عن الطفل لكي يغسل. الطفل عمره 9 سنوات فقط. يأخذ الطفل يشوف آثار سوداء على كل بدن الطفل. في بعض البلاد المغسل مسؤول، يعني إذا غفل عن شيء، تغاضى عن شيء، مسؤول أمام الحكومة. يشك في أمر الطفل، يأخذ الطفل إلى الطب العدلي، يطلبون الأب: هذا الابن ليش مات؟ يقول: هذا وقع من فوق السطح ومات. يقولون: لا يمكن، إذا كان واقع من فوق السطح لتكسرت عظامه، ليش عظامه سليم؟ وهذه الكدمات مو كدمات سقوط من فوق إلى تحت، هذه كدمات ثانية. من الذي قال ذلك؟ يقول: زوجتي هي التي قالت لي. يطلبون الزوجة، يستجوبونها فتعترف بكل شيء، ويأخذون هذه المرأة إلى السجن. خسرت الدنيا والآخرة. الحقيقة الله سبحانه وتعالى يبتلي كل واحد منا بشكل. الإنسان إذا ما كانت فيه هذه الملكة، إذا ما أبقى هذه الملكة، الشيطان يأخذه في مكان ما وينزلق حيث لا ينفع الندى. لذلك الإنسان يجب علينا ونحن نودع شهر رمضان المبارك، هذه آخر جمعة من شهر رمضان، هذه النعمة التي الله سبحانه وتعالى أعطانا في هذا الشهر، نعمة التقوى، نعمة ضبط النفس، أن نبقي هذه النعمة دائمة. إذا الإنسان ذهب إلى البيت، ذهب إلى المتجر، ذهب إلى السوق وجاءه الشيطان، الإنسان: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا حدثت هذه الحالة، حالة التنبه وحالة المراقبة في كل خطوة، الإنسان يظل بعون الله وبمشيئة الله وبحفظ الله بعيداً عن إغراءات
الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى كما أعطانا هذه النعمة في هذا الشهر المبارك أن يديم علينا هذه النعمة بعد شهر رمضان المبارك. هذه كانت كلمة مختصرة حول إبقاء هذه الملكة التي هي الهدف من الصيام. هنالك كلمة أخرى اقترحها بعض المؤمنين حول تمام الصيام. تمام الصيام كما ورد في الروايات زكاة الفطرة. زكاة الفطرة لها مسائل تجدونها في الكتب الفقهية، ولكنني أكتفي بقراءة روايتين حول زكاة الفطرة. في الوسائل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لوكيله، وكان اسمه معتب: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة كل شخص تعوله، يعني ابنك الذي تعوله الذي يكون في عيلولتك، زوجتك، حتى الخادمة، حتى الكافر. لا فرق في الخادم أن يكون مؤمنا أو يكون كافرا، كل شخص تعوله يجب عليك أن تدفع الفطرة عنه وعن نفسك. اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا، يعني لا يكون تنسى واحد منهم، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. ولذلك هذه الزكاة تسمى بزكاة الفطرة، يعني زكاة البدن، يعني هذه الزكاة تحفظ الإنسان خلال العام، إلا إذا أكو أجل حتمي. إذا أكو هنالك أجل حتمي فلا مرد من أجل الله، ولكن إذا ماكو أجل حتمي زكاة الفطرة تدفع عن الإنسان الموت خلال عام كامل. الإنسان بإمكانه أن يدفع الفطرة ليلة العيد، وفي رأي كثير من الفقهاء أنه يستطيع أن يدفع الفطرة طوال شهر رمضان المبارك، يعني قبل العيد أيضا يستطيع أن يدفع الفطرة. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، يعني زكاة الفطرة متممة للصوم. هذه عبادة ناقصة تمامها بزكاة الفطرة، كما أن الصلاة على النبي محمد من تمام الصلاة: من لم يصل عليكم لا صلاة له. لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له، ومن صلى وترك الصلاة على النبي فلا صلاة له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم العبادات والطاعات في هذا الشهر المبارك، وأن يبقي لنا ملكة التقوى إن شاء الله إلى آخر العمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات.
فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي